الفرق عم تتهيأ وعم تستعد لتنخرط مع فرق أخرى كتائبية أو حليفة. هالفرق عم تتهيأ لتندمج كلها سوا بمؤسسة عسكرية وحدة ضمن القوات اللبنانية لتقدر كمان تعطي للبنان قد ما عطته لهلا ويمكن أكثر. هالفرق المغربية والوحدات المركزية وفرق كتائبية أخرى اليوم عم تستعد مع حلفاء لها لتبلش تنخرط أكثر وأكثر لنقدر نجابن بالمستقبل. نتأمل يكون المستقبل القريب كل الصعوبات اللي عم بتجابهنا لنقدر نرجع نعتبر كل لبنان حر وكل لبنان لقلنا. الشباب اللبنانيين بدهم يكونوا مجندين لخدمة لبنان، بدنا نكون حاضرين. لبنان اليوم بحاجة لكل طاقاتنا لكل إمكانياتنا، وهيدا الشيء اللي من أجله اليوم أنتو عم بتبلشوا تتدرب. يا بلادي العظيمة قولي أنا حصاني الأمجاد القديمة حصنك القدير أرضك الكريمة يحرس اللصاني جنت لك عبابك وحدات المغاوير مغاوير مغاوير للبنان الغالي لما بدأ ما بدنا نخاف، ما بدنا نتردد، ما بدنا نكون مايعين، ما بدنا نكون جبنا. يا شهداء ضموا عصر البطولة يا تراب اللي دموا دراج البشير نحنا يلي استلوا سيوف الرجولة ليكفي المسيرة زند المغاوير مغاوير مغاوير للبنان الغالي لما بيدقنا في زاد المغاوير. نحنا أحسن شعب بهالمنطقة وبدنا نبقى أحسن شعب. هيدا البلد أحلى بلد بالمنطقة وبيبقى أحلى بلد. صرختنا العالي رعد ومنو رعد يا لبنان الغالي وينك بالنفير يا أرض الغوالي بعدت على بعد عفرة.